وفقرتنا الأخيرة رح يكون أكيد ختامها مسك كالعادة هايدية، ورح نكون مع هاد الفن والجمال وقدرت اليوم السيدة السورية أنه تثبت جدارتها بجميع المجالات، حتى إذا ما عم تشتغل برا البيت هي رح تخترع موهبة بالبيت وتتقنها وأيضا تعلمها وتورثها لأجيال اليوم. رح نتعرف على فن التطريز والمفارش. أكيد يا عفاف، فن الكروشيه هو فن كتير قديم، ويمكن اليوم في بيت إلا وفي قطعة كروشيه مصنوعة بكل حب. واليوم لما نقول كلمة كروشيه لابد أنه نتذكر جداتنا لما كانوا يمسكوا الإبرة والخيط عفاف ويصنعوا لنا كنزات حلوة وشالات. يمكن هذا الشيء تطور اليوم وصار فيه للمفارش، حتى كمان صار فيه للإكسسوارات. اليوم مشاريع عديدة ضمن فن الكروشيه. رح نتعرف على مشروع السيدة مها حميدو متعددة المواهب. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، يسعد صباحك. صباحك حبيبتي. أهلا فيكي سيدة مها. خلينا هيك نتعرف من حضرتك بالأول وكبداية، يمكن انت لسه معاصر الجيل القديم كتير ووارثي هذا التراث من اهلك او من جدتك او من امك. خلينا نتعرف اكثر على التطريز بشكل عام شو هو، بعدين رح ننتقل معك لتفاصيل كثيره. تمام، انا اول شيء هو من اهلي شوي وانا دارسته دراسه حلو. وفي عده يعني في التطريز والكروشيه والخياطه كل شيء يعني يتضمن الأعمال اليدوية كلياتها دارستها أنا دراسة لك، ويعني تخرج معهد إعداد مدرسين حلو. كمان تطريز هو هواية كمان يعني أنا دخلت هاي المدرسة عن هواية، يعني أنا رغبتي إني أتعلم هيك شغلات ودرستها كمان. حلو حلو انه اليوم في دراسه لجانب موهبتك ست مها. خبرينا اليوم، ذكرتي عن التطريز والكروشيه، خبرينا اليوم شو الفرق بين التطريز والكروشيه والحياكه، او وجه التشابه او الفرق بيناتهم؟ هن كلياتهم يعني حلقه متابعه بعض البعض، يعني انت وقدك تشتغلي بالتطريز مثل هي القطعه تطريز، لازم انت كمان يكون عندك خبره بالحياكه لتقدري تشتغليها تكنتينيه للقطعه كامله. الكروشيه كمان لازم يكون عندك هي الكروشيه. أيوة. هي حرام بيبي. كمان لازم يكون عندك كمان فكره كمان بالخياطه لتقدري تاخذي قياسات ضبطي كيف ما بدك انت. هي نوع من انواع التطريز، هذا اسمه تطريز الابره. تطريز إبرة عادي، في عنا هذا التطريز اسمه غرزة فلسطينية أو إتامين كمان، هذا كمان بيجي بالعدد بتشتغلي كل يعني بتعدي في رسمة قدامك بتعدي بتشتغلي عليها. كمان ممكن نضيف الكروشيه والتطريز سوا مع بعضهم ممكن نضيفهم، بيطلع معنا هيك كمان. سيدة مها، خلينا هيك نذكر انه انت شاركتي ببازارات متعددة وكان لك عدة مشاركات فيهم، هاي البازارات قديه كان مهم لحتى انت تثبتي اول شغلة موهبتك، تثبتي انه التراث السوري والكروشيه والتطريز لسه موجود وعم يتطور. اليوم عم نشوف شغلات جديدة ومتطورة يعني من صنعك انت، خلينا نحكي اكثر عن الموضوع. تمام، هو البازارات وقت نشارك فيها نحن للبازارات تعطي يعني لقدام، نحن عم نتعلم كمان يعني، وما هي المهنه قد ما كنتي عندك لسه في قابليه انك تتعلمي اكثر وتزيدي خبرتك. وقت نحن بنعمل بازارات بنشوف غيرنا شو عم يشتغل، بنوسع نحن عم نشهر هي شغله كثير قليل اللي بيشتغلها وقليل اللي بيقدر يفكر فيها كيف بتطلع، وهي بدها تقنيه وبدها فن وقدك تشتغلي فيها. فعلا ذكرتي نقطة انه قليل هي اللي بيشتغل اليوم هي الفن او هي الموهبة، لانه يمكن هي بحاجة لصبر لبال كثير طويل، يمكن قليل من الناس اللي عندهم هي المهارة. خبرينا يعني القطعة اليوم قد بدك وقت لحتى تنجزيها، قد بتاخذ معك وقت؟ كل قطعة حسب شو بتشتغليها. هلا مثل هي بدها وقت بتاكل معنا وقت منيح، هي القطعة ممكن يعني هي ممكن يعني تاكل معي تقريباً. يعني طبعا على وقت فراغي اكيد ما فيكي تشتغلي هالشغلات كيف ما كان، لانه بده يكون في تركيز ومتعة وانت عم تشتغليها. في عنا هون شغلة حلوة يوسف من بعد اذنك كان استعرضها، ونتذكر كمان انه انت عم خلينا نحكي عنها بالاول. هلا هي اسمها التطريز الحشو او الاطلس بيقولوا له.
هي تداخل الوان وخيطان مع بعض البعض بدك يعني فيها اتقان كثير كثير، بدها وقت. هي بتاكل يعني منيح، ما بتخلص بيوم او بيومين، بجوز اسبوع تتحمل معك وانت عم تشتغليها. عم تعطي انت دورات كمان سيده مها؟ انت عم تعطي دورات؟ تمام، للدورات بمراكز بكثيره، يعني كثير مراكز حلو عملت، واتحادات نسائيه بالانوروا بالهلال بكذا معهد يعني عملت. بالتوفيق لك ان شاء الله. خبرينا كمان اليوم يمكن بتلاقيه في جيل من الصبايا عم يلجأوا لهي المشاريع، شو رايك اليوم باللي عم يشتغلوا بخصوص موضوع التطريز؟ تمام، هي كثير حلوه، وفي كثير فعلا عندنا وقت نعمل دورات كثير اقبال من الصبايا على هيك شغلات وبيشتغلوها، وفي من في عندي صبايا انا تخرجوا من عندي من المعهد عاملين مشاريع وفاتحين بيوت من قفا هذا الشغل. كمان خلينا نحكي عن هذا التطريز، هذا كروشيه. تمام، هذا بالسناره بالابره. تمام، هي سناره. تمام، خلينا نحكي مثلا هيك قطعه قد ايه اكلت معك وقت، شو خطر لك هي، لشو بتستخدم اكثر شيء؟ خلينا نعرف هيك الجيل الجديد اللي ما بيعرف بهي الشغلات. ممكن جلاله الترابيزه هي تستخدم هي. بهي بتاكل معي تقريبا شيء 4-5 أيام لتخلص. طيب خبرينا اكثر، ايمت بلشتي مشروعك؟ يعني ايمت بلش المشروع وشو اللي تغير فيه؟ شو الجديد يلي اضفتي؟ هلا انا بلش مشروعي يعني من شيء 10 سنين بلشت اشتغل هذا او اكثر، بلش اشتغل هذا الشغل، شاركت مع رفقاتي بشركة وصرنا نشغل السيدات نعلمهم نعملهم دورات ونعلمهم، صاروا يشتغلوا وتطورت معي لصرت اني درب، حتى فتحت مشروع لحالي وما زلت اني انا بشتغل هيك شغلات تواصي وبساوي هيك شغلات. عندي مجموعة كبيرة بيشتغلوا معي صبايا بعلمهم وبيشتغلوا معي. حلو كثير، يعني كمان انت اليوم سيدة مها قدوة لكل صبية او حتى سيدة، مثل ما ذكرنا انه اذا ما عندها شغل برا البيت هي فيها تملي وقتها وتشتغل بهذا الابداع. يمكن حتى اذا بده شوية دراسة اكيد تسجل عند السيدة مها وهي بتعلمها. خلينا ناخذ هيك منك اهم النصائح اليوم لكل سيدة حابة تبدا بهذا المشروع، شو هي الخطوات الاساسية والقواعد الاساسية يلي لازم ترتكز عليها؟ اول شغله ان هي تكون حابه تشتغل هذا الشغل بالذات، اذا هي سيده ما عندها الرغبه فيه مستحيل يطلع معها انتاج او تطلع معها شغله. الشغله الثانيه هو هذا الشغل تفريغ طاقه، يعني فيكي انت ما تضلك عم تفكري بموضوع او مثلا تعبانه او في شيء، فيكي انت تفرغي الطاقه اللي عندك بهذا الشغل. وبيزيد الابداع احيانا وقت بتكون في شيء مضغوط، وبدها طولة بال كمان. تمام، بدها طولة بال وبدها صبر وتركيز. طيب خلينا نحكي عن نقطة التسويق، كنا بنعرف انه التسويق اليوم لأي مشروع أو أي فكرة بتساهم بنجاح هيدا المشروع ولحتى يعرفوه الناس أكثر، شاركتي حضرتك ببازارات واليوم لجانب هي البازارات، أنت اليوم كيف عم تسوقي لشغلك؟ عندك صفحة اليوم على الفيسبوك أو كيف اليوم الناس عم تقدر تشوف شغلك على أرض الواقع؟ بصراحة أنا ما عندي صفحة على الفيسبوك، كان عندي وما وقفت هلا، بس انا في معروفه وفي عندي كروت العالم بتجي وبتطلب مني، يعني لانه انا قديمه كثير لانه صرت معروفه. بالاساس كنت مدرسه، كمان في ناس من خلال التدريس بتعرف انه انا بشتغل هيك. يعني بصمتي بصمتك و... ان شاء الله وريحتي بالك وصار عندك زباينك مضمونين وعلى طول اكيد نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. وخلينا هيك نعرف شو جديدك، عم تفكري بشيء تطوري شيء لقدام، تعملي شيء جديد اكثر؟ عم حاول اني ساوي معهد صغير للتدريب المهني للاعمال اليدويه. ان شاء الله بضم كل الاعمال، بضم كل شيء اعمال يدويه اكيد. بالختام شكرا لك سيده مها على حضورك معنا لليوم، واكيد بالتوفيق والنجاح لك بمشروعك. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، وانا انبسطت فيكم. ونحن شكرا كثير لكم، ونحن كمان انبسطنا فيكي سيده مها. شكرا كثير لك. تسلمي لي حبيبتي، كلك ذوق.